رجعنا لكم تاني نتكلم عن الشموع. الشموع مجال في الحقيقه طيع، يعني الماده نفسها طيعه ومجال واسع قوي وسهل انه البنات يتعلموا، بس الفكره انه علشان تتعلمي هتعملي ايه؟ عايزه تشتغلي فيه كبزنس، يعني لازم تفكري في حاجات جديده، تدخلي خامات جديده. هنتعرف على تجربه مايا تمام النهارده، هي مصممه شموع. ازيك يا مايا؟ الحمد لله. عامله ايه؟ تمام. انت دارسه حاجه ليها علاقه بالفن عموما يعني كده ولا لا؟ هو دراسه حقيقيه؟ لا. بس انا من وانا صغيره بدرس دراسات حره. بقى دراسات حره؟ كنت يعني اتعلمت الرسم على الازاز ورسم على الخشب، انا كل حاجه بقى، كل حاجه في الفن. بس استقريتي في الاخر على الشموع؟ بس قبليها كان في مشروع تاني اسمه كولاج. كولاج، تجميع الخامات المختلفه. بس كنت بتستخدمي خامات تابلوهات؟ من مواد بارزه يعني، بتبقى تابلوهات بارزه. دي قعدت فيه حوالي سنتين، بس بعد الثوره الموضوع ما بقاش يعني عليه اقبال شديد زي الاول. يعني بعد الثوره الناس راحت للشمع؟ الناس بقت رومانسيه بعد الثوره؟ كويس. لا، عشان النور بقى بيقطع كمان. ممكن عشان كده مهم. طيب، يعني بدايتك ان قررتي انه خلاص الكولاج الناس ما بقتش عليها، يعني عليه اقبال كبير، فقررتي تروحي للشموع. تمام. كان عندك فكره؟ كان تجربه يعني، انا اصلا بحب الشمع من زمان. بس كنت بشوف اشكال، لا انا بحب ازود عليها، بجيب شكل عادي ساده كده وانا بحط له بقى الستريس. دي كانت البدايه. زي ايه مثلا؟ عندك حاجه من الحاجات اللي لا كانت حاجات عاديه بتتباع اللي هي القوالب الساده دي يعني. أيوة. بحط عليها ستريس مثلا، من حاجات الاكسسوارز دي يعني. حاجات كده. فقلت طب ليه انا ما اجيبش الخام نفسه واتعلم اعمله، يعني الموضوع مش صعب يعني. بس جبت الخام بقى، سالت بيتباع فين ونزلت اشتريت الخام. طبعا اول موضوع باظ مني، قعدت حوالي سنه كده اجرب. عادي جدا. بس لحد ما دلوقتي بقت بدي كورسز بقى يعني. دلوقتي بتعلمي بقى. يا سلام. طيب خليني انا ابتدي باللي عليها بيبي البسيطه دي، عشان دي عجباني. مش عارفه الرسمه هتبقى باينه معاك ولا لا. في الاسبوع بتبقى جيفت للناس اللي بتيجي يعني تبارك. ده بيبي بوي، عليها صوره ولد اهو، تبقى من جوه مفرغه وبيتحط جواها التي كاندل. لما تحط فيها الشمع من جوه يبان الولد اهو، باين اهو، يبان الولد ده. صح، ده اهي التي كاندل، يبان اكتر بقى، تفاصيله تبان اكتر. بتحط جواها مثلا حمص والشوكليت والحاجات دي بقى، عشان وده كمان هنجيبها هي وهي هنا اهي، دي البرايد اند جروم. العريس والعروس دول في كاتب الكتاب طبعا في مناسبات الافراح، بس العروسه احلى على فكره. وفي كمان على شكل كاسات، دول جواها شمعة برضو. جواها شمعة دي بقى هنجيبها لك حالا برضو. بيمشي اكتر الحاجات اللي ليها علاقه بالسبوع والافراح والخطوبات. هو عامله كل مناسبه الكوليكشن بتاعها. تمام. يعني كان في مثلا راس السنه عندنا قريب، عملت اللي هي حاجات عليها قران. حاجات اسلاميه، راس السنه الهجريه. طب استنى، الكاسات يا جماعه اهي، يلا. هي مديانه ظهرها كاسات ولا هي صح كده؟ صح، مقلوبه. دي الطرحه من ورا. لا طب استني كده، انا خايفه اعمل كده اقلب الدنيا. لا صعب صعب. طرحه من ورا. اوكي خلاص. ده عليه اقبال اكتر ولا الكاسات؟ لا ده اكتر، عشان بيتحط جوه الشوكولات، مش حتى ليله الشوكولاته. بتوزع على على الناس. قلتي لي بقى راس السنه الهجريه، عملتي ايات؟ عملت الاول ايات القران. ارفعي ارفعي دي. دي ايوه، دي كمان. احنا بس احنا نجيب ايه بقى؟ خلاص اتعلمت الكاميرا، هي هتجيب كل حاجه. انت بتتحضري قبل المناسبه يعني، تبقي عارفه مثلا مناسبه كذا هنحضر لها؟ طبعا. كان في فالنتاين كمان بس حاجته خلصت يعني. الكعبه؟ طبعا الكعبه دي عشان العيد، عيد الاضحى. وراس السنه الهجريه وكل المناسبات الحجاج بقى. انا عاملاها كلها بالجليتر، وده فوم جليتر برضه. يعني هي فكرتها بسيطه، ومفرغه من جوه. لو حد كان بيحج ورجع من الحج تبقى هديه لطيفه. كمان اصعب حاجه يعني، في حاجات قوالب بتبقى ثابته زي المربعات او دي بتبقى حلوه وعليها اقبال كتير عشان هي ما بتخلصش، يعني بتكون مفرغه من جوه. ايوه، احنا شعب نموت في التوفير. جدا. شمعة هتسيح وتبوظ وبشريها بفلوس كتير، حرام يعني. فنحط فيها التي كاندل دي، تبقى عليها مثلا نصور زي دي. ارفعي ايدك شويه كده. ايوه كده صح. ده ممكن اتنين اصحاب مثلا او دي اختي. دي انا عمرك لاحظت انا واختي. دي واختي. لا بس انا بقول مثلا، مش بقول انت واختك. انا بقول بتبقى طبعا هديه من صحاب او في مثلا زي دي بتبقى الافراح. دي اصعب بقى في التكوين. دي اصعب لان انا بعملها والشمع سخن. ارفعيها شويه. بتعمليها ازاي دي بقى؟ كده. ايوه
دي بتحط مثلا جنب الجيست بوك مع البرايد اند جروم دول شكلها بيبقى حلو في ال لما بتتنور الصوره بتبقى باينه مضيئه طبعا كده من ورا باينه جدا عجباني دي بعملها بشمع مفرغه عاديه زي دي وبجيب الشمع وهو سخن بركبه بقى واحده واحده جنبها بتلسوعي كتير طبعا اكيد بس خلاص اتعودت بقى يعني في الاول الموضوع كان صعب بس دلوقتي خلاص بقى طب انا عاجبني الكاس اللي فيه العين الزرقاء ده والشمع اللي فيه مختلف ارفعيه بقى واشرحي ده نوعين من الشمع شمع البرافين العادي اللي هو ده اللي هو زي كل الشموع دي في الشمع الجل بقى اللي تحت ده الشمع الجل ده شفاف فانا يعني مستغليه الموضوع ان هو شفاف وحاطه من جواه اللي هي الخلاطه الزرقاء دي بتهيألي الناس بيحبوها دي بيحبوها جدا عشان هي فعلا شكلها مختلف فكرتك صح طبعا بحاول اعمل يعني في كل حاجه جديد بحب يعني اخد الحاجه زي ما هي واحطها وخلاص بالنسبه للحاجات اللي الفواكه ثانيه واحده اللي بالكم الليمونه وعندك تفاحه كمان قدامك اهي الحاجات دي ليها لسه سالت ليها ريحه طلعت ليها ريحه في موز كمان في موز اهو كمان استنى اهو متقشره هيك عشان لو الحته المفتوحه من الموز الحاجات دي لطيفه قوي يعني بس الناس بقى متهيألي ما بتولعهاش بيخافوا مع انها تعمل ريحه لطيفه بتعمل ريحه وشكلها كمان لذيذ شكلها حقيقي يعني متولع مع عشا او كده لا شكلها جميل هتبوظ لو ولا لو اتولعت هتسيح لا ما انا مش بحاول اغلي الاسعار عشان الناس تشتري كتير يعني مسكي التفاحه بقى عشان نكمل طبق الفاكهه ارفعي لنا التفاحه بس انت في الحقيقه عندك قدره هايله في انك تعملي الليمونه والتفاحه يعني الحاجه شكلها حقيقي قوي ازاي بقى بتعملي كده دي بجيب اللي هي الحاجات بتتحط على الثلاجه دي عارفاها في المطبخ وبعمل لها بقى انا قوالب بجيب سيليكون بعمل لها القوالب بتاعتها في اي شكل انا عايزاه بعمل له القوالب بتاعته بس بتلونيها كده ازاي بصي هي دي انا حاطه لها فروت اللي هو ورنيش يعني ورنيش عشان تلمعها شويه والالوان دي الوان عاديه الوان اللي هي الجواش دي انت بتمسكي الفرشه وتلوني كانك بتعملي ملمس او شكل التفاح بس انا بفرد الفرشه بطريقه معينه بحيث ان هي تديني ملمس كذا خط مع بعض فاهماني بس فالموضوع بسيط مش صعب يعني الحاجات الشرقي بتعجب الناس اللي فيها الخرز ازرق مثلا عندك هناك مجموعه فيها الزرقاء دي الحاجات دي عليها اقبال اكتر ولا الحاجات اللي هو الشعب المصري عموما يعني بيؤمن بالحاجات دي بالحسد وكده فبيفاي شويه ولا الحاجات اللي مكتوب عليها كلام انجلش مثلا بصي هو على حسب المناسبه يعني لو حد مثلا ديكور بيته لايق معاه الالوان دي بياخد الحاجات دي لو في مناسبه مثلا فرح او كتب كتاب او عيد ميلاد بيحبوا يعملوا اهداءات لبعض عليها يعني انت ممكن تجيبي لي بتكتبي عليها طبعا اي حاجه بكتب عليها يلا عايز تفرين اي تاني انا عايز اشوف في حاجه كمان دي كروشيه اوكي مدخله كروشيه كمان مع حلو مع الشمع ودي واير سلك سلك نحيس بحاول ادمج كذا فن مع بعض يعني مش حاجه انا عايز اشوف الاثنين اللي نايمين دول البيبي ده الام دي دي العذراء برضه عامله المناسبات كل المناسبات عشان راس السنه الهجريه اصل انا ما كنتش شايفه من عندي هنا الصوره برافو عليكي وفي كمان الاشجار بس دي بتجيبي تمثال برضو تعملي له قالب اي حاجه بعملها قالب انا زي الاشجار دي برضو عشان راس السنه حلوه قوي تقعدي تفكري بقى تشوفي المناسبه ايه اللي جايه وتحضري لها بابا نويل لسه برضو جاي ان شاء الله جاي برضو في الحمراء الساده دي بصي دي فكرتها بقى ان انا عاملاها يعني مضلعه مش اللي هو قالب ساده وخلاص كده فانا حاطه لها حاجات تانية كده يعني سر بقى ده سر المهنه بحط لها حاجات تانية عشان تطلع بالشكل ده اصعب تنفيذها من انك تعملي طبعا حاجه بصي هي اصعب واحده هي دي ما انا برضو حسيت كده والله عشان هي بس بمسكها وهي سخنه يعني ولو حاجه باظت هفكها من الاول واعملها تاني فعلا يعني لو بس الشمع كمان في ميزه حلوه ان هو لو باظ هسيحه واستخدمه تاني يعني مش هيبقى هادر بالنسبه لي بس لازم يعني في درجه ليونه معينه تكوني حطيتيه كله لو نشفت خلاص خلاص لازم تعيدي من الاول خالص شايفه ان كل الحاجات ليها حجم مثلا معين يعني كبرتي عن كده ولا انا عايزه اتوسع لدرجه عشان كان في واحده كبيره بس عملت حادثه واحنا جايين فعلا كان عليها 2014 بقى بمناسبه السنه الجديده يعني اتخبطت في الطريق ف لا هي راحت تاني راحت خلاص عشان انا جايه من اسكندريه ف راحت في الطريق بقى راحت يعني حصل لها ايه في التاكسي نسيتها نسيتيها معلش كانت قد ايه كده يعني
كانت 5 كيلو يعني. كانت كبيرة دي؟ كانت أهم واحدة يعني. يلا يعني بنشط صاحب التاكسي يا جماعة ولا أهي جبنا عند المسبيرو. أيوه نرجعها لي تاني. نرجعها تاني. طيب مايا يعني خدتي وقت قد إيه عشان تتعلمي وتبقي محترفة شغل الشمع؟ بصي أنا قعدت سنة، السنة دي كاملة بجرب مع نفسي، بجرب كل حاجة، كل أنواع الشمع. الشمع مش نوع واحد، في أنواع كتير قوي. في شمع العسل، في شمع البرافين، في شمع حتى البرافين في منه انواع كمان. في شمع الجل، ففي انواع كتير. فانا جربت كل الحاجات دي، بزائد كمان انا عملت عليها ميكسات تانية يعني، دخلت فيهم خامات تانية زي النحاس مثلا. لا انا قصدي الخام نفسه يعني، مثلا دي تقصدي فيها كذا خامه تانية غير الشمع بس مدموجه مع ماده ال مع مواد تانية. أيوه عشان تدي الشكل ده. طب انا عايز اشوف النحاس برضو دي عشان انا ما عرضناهوش. دي اهي كمان بتستخدمي خامات مختلفه على الشمع. في النحاس اللي هي الجيل الذهبي، وفي الفاضي دي مع الازرق. حلوه قوي يا ماي. في حاجه كمان بعملها، دي بتبقى ليله الحنه. في العروسه بتحط مع صنايعيه العروسه في الحنه، تبقى نفس الشكل الحنة. اللي هي الاشكال اللي بترسمها يعني. طب او ممكن إيه اي حد يقول لي حاجه مناسبه، بحاول اني اوفق له حاجه بتليق مع المناسبه اللي عنده. المناسبه اللي عنده كان بيطلب منك حاجه معينه، هل كل حاجه بتطلب منك بتبقى سهل عليك انك تنفذيها، ولا ممكن حد يطلب حاجه خياليه تقولي له لا مش بينفع يعني؟ لا هو لحد دلوقتي ما حصلتش الحمد لله لسه. او حتى لو حد عرض عليا فكره بحاول اوفق له حاجه يعني ما بيننا احنا الاثنين. زي ايه يعني؟ لو في موقف فكريه مثلا، حد طلب منك حاجه كانت مختلفه شويه واصريتي انك تعمليها وعملتيها. لا هو مش فاكره دلوقتي حاجه يعني، بس انا مثلا بابا نويل وكده لسه بفكر فيها بعملها يعني، بحضر لها مثلا. دي في بقى الفكره الجديده اللي انا لسه يعني بدات فيها ولسه هكملها، ان انا بعمل تابلوهات من الشمع. تابلوهات بس ما تتنورش صح؟ لا ما تنورش، بس هو الشمع فيه ميزه كويسه قوي ان هو بيحتفظ بريحته حتى لو ما ولعش يعني، فاهماني؟ فانا استغليت الميزه دي وبعمل بيه تابلوهات. فانت ما تخشي كده من البيت يعني هتشم الريحه. هتشم الريحه. حتى كمان هو يعني ماده راقيه يعني، هو الشمع نفسه حاجه كويسه قوي. الشمع المصري كويس يعني ولا احيانا بتضطري تشتري حاجات مستورده عشان تخدمك؟ لا لا لا، الشمع المصري هو اللي بستخدمه بكل انواعه يعني. وتلوينه بتلاقي الالوان والخامات المستخدمه فيه والالوان؟ في الوان باودر للشمع وفي الوان زيت. بس انا بستخدم الباودر دي احسن يعني. القوالب والحاجات دي بتصنعيها مخصوص ولا هي موجوده برضو بتجيبيها جاهزه؟ لا القوالب دي من اي حاجه في البيت، مش بنزل اشتريها يعني. يعني بستغل اي حاجه في البيت. اي حاجه معدن ولا ممكن يبقى بلاستيك لا اي حاجه معدن بلاستيك اي حاجه. بس بالنسبه بقى للاشكال دي انا بعملها بايدي. بايدك. طلبت منك يعني بتهيألي دي اكتر واحده خدت وقت، اللي هي دي عملتيها بايدك دي. دي طلبت منك كتير؟ في الخطوبات والافراح وكده بتطلب كتير، حتى الهدايا يعني بين الصحاب. بتقيمي شغلك يعني بتحطي سعره على اساس ايه؟ على اساس الحجم ولا على اساس الموضوع المجهود؟ الموضوع السعر ده انا اصلا بحب اشتغل شمع، فده اهم حاجه عندي ان انا اشتغل يعني، مش بصارع على الموضوع من ناحيه الماده قوي يعني. لا ما انا عارفه، بس ده حقك يعني. انت بدل ما انت ده شغلانه هتاخديها وتكملي فيها. بس انا حتى لو ما ببيعش بس بحب اشتغل كتير. بحب شمع حواليا. بس تقيميه ازاي يعني؟ تقولي مثلا انا ده هتبقى اغلى من دي على اساس ايه؟ اساس الخامات اللي فيها يعني. النحاس مثلا اكيد اغلى من الصور. يعني الطباعه مثلا طباعه عادي مش تبقى مكلفه زي النحاس، شغل النحاس نفسه يعني. بس فعلى حسب الخامات المستخدمه اللي فيه. الشمع الجل مثلا سعره مرتين قد الشمع البرافين، فاكيد ده بيغلي ثمنه. يعني حسب المجهود وحسب الخامات اللي مستخدمه فيه. كان في تحدي مره وقف قدامك كانت حاجه مش راضيه تتعمل واصريتي فيها عليها وعملتيها في الاخر؟ بصي مفيش حاجه من دول طلعت من اول مره، كلهم كانوا بالنسبه لك مشكله. لا يعني في الاول خالص. في الموضوع في الاول طبعا كان لازم يبقى بيني مشكله يعني، لكن خلاص بزود نسب بقى، بقلل نسب، فخلاص دلوقتي يعني ايديا نفسها حفظت ازاي احط ايه واحط ده فين كده يعني. وخلاص انت الحاجه اللي اتعملت خلاص بالنسبه لك بقت سهله تعمليها تاني. لما بتطلب منك كميات كتير بتزهقي ولا بتبقي حابه تكرري؟ يعني في ناس تقول لك انا بحب اعمل حاجات بس مختلفه، بزهق لما اعمل حاجه نفس الحاجه كتير. لا لا بصي هو غالبا الحاجات المقاس دوت مثلا او المقاس الصغير ده بيطلب بال 50%. دي اقل اوردر يعني. طبعا متعوده بقى على الموضوع ده. مين بيساعدك؟ انا بس. في واحد بيساعدك ولا حد في بيتك خالص؟ لا بصي يا ماما واختي بيشجعوني جدا. ماما معايا النهارده. ماما معايا. ماما هي اللي مشجعاني من الاول، وهي اصلا بتحب حاجات الهاند ميد دي جدا، بتعمل كروشيه اصلا. ما هي اللي عامله لك الفراشه دي، انا خدت بالي. زي مامتي بتعمل كروشيه برضو.
وانتي بتعملي اكسسوارز؟ ما اتعلمناش احنا للاسف. تعرفي تعملي كروشيه؟ لا ما بحبش يعني. اه انا برضو زي هي مامتي قعدت معايا حد ما علمتني تقول لي ما فيش فايده. اه بس انا ما عنديش صبر ليه يعني مش حابين. لا بس انت عندك صبر في حاجه ثانيه على فكره. الشمع ده برضو في الشمع ده انا حباه قوي يعني. واختي برضو ساعدتني في الاكسسوارز اللي نازله دي. بس ما جاتش معانا بقى النهارده. اسمها ايه اختك؟ مهيتاب. مهيتاب. انت مايا ومهيتاب اساميكم حلوه. ماما اختارت لكم اسامي حلوه قوي على فكره. طب اسيب تابعنا مهيتاب. شكرا يا مهيتاب انت ساعدتي اختك. مبسوطين قوي يا مايا انك كنت معانا النهارده بجد. مايا تمام مصممه الشموع وان شاء الله تبقي يعني لسه تاني هقول كل مره اقول لكم نفس الكلمتين انه انا بحترم البنات اللي بتفكر بحترم الستات اللي تقول مش هفضل قاعده مستنيه شغلانه. انا نفسي كل البنات تعمل اي مشروع من بيتها يعني الموضوع مش صعب خالص. حتى كمان هي هتسلي نفسها بدل ما تسيب فرصه لنفسها ان انا مش لاقيه شغل ودراستي وبتاع يعني الكلام ده. خلاص احنا المفروض نعدي المرحله دي المفروض نساعد نفسنا على ده. طيب هطلب منك حاجه ربنا يكرمك كده وانت مسافره اسكندريه. سلمي طبعا سلمي لنا على كل اللي بتشوفيهم اسكندريه واهل اسكندريه. بس ما تنسيش حاجه في اي يعني وسيله مواصلات تركبيها من هنا. لا خلاص بقى هي دي بس كانت شنطه العربيه الباقي كله كان معايا بس دي كانت الشنطه. عشان كده نسيتيها. لا ان شاء الله كنت خايفه اتاخر عليكم كمان فكنت بسرعه. لا يلا معلش بقى يلا فداكي. شكرا ليكم على حسن المتابعه. يا رب الحلقه تكون عجبتكم. بكره ان شاء الله الساعه 12 كل يوم يعني الساعه 12 في فريق عمل جديد من دانتيل يوم الجمعه دايما الساعه 1 ونشوفكم على الف خير. لو عايزين تعرفوا اخبار الموضة شوفوا دانتيل كل اللي يهمكوا اخباره مرصوده.